لهم. طب وش جريمتهم؟ ذلك بأنهم قالوا، وش القول اللي جعلهم يرتدون عند الله على أدبارهم؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله. يعني هم لهم علاقة مع ناس كارهين ما نزل الله، ايش قالوا لهم؟ ماذا قالوا لهم؟ سنطيعكم في بعض الأمر، بس شوي بنطيعكم وبنغير في الشرع شوي بس بعض الأمر. ما طيب هل هذا الكلام معلن؟ لا لا لا، والله يعلم إسرارهم. يعني إذا هذه الأمور تكون في ليل، تدبر في ليل واجتماعات مغلقة. الله يقول والله يعلم إسرارهم. طيب ما دام هو أسر، تعرف إيش بيصير له على قضية هذه؟ البعض سنطيعكم في بعض الأمر، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. تدري كيف يموت هذا؟ يقول الله عز وجل